السلام عليكم، هبدأ معاكم حل واجب الدرس الثالث. أول كان واجب عندنا صفحة 5، التدريب يا جماعة مين بي. أول خطوة لازم نفتكر مع بعضينا قاعدة أسلوب، قاعدة الرد على السؤال المزمن المنفي. قلنا إحنا هيكون عندنا فيه السؤال، صح؟ السؤال ده جايز يكون سؤال عندنا مثبت، وجايز السؤال عندنا يكون منفي. اول خطوه سؤال يعني هيكون علامه استفهام، صح كده؟ طيب السؤال المنفي يعني تظهر فيه عندك الني والبا، او تظهر فيه عندك لان ابوستروف الباء. طالما ظهرت عندك الني والبا ولان ابوستروف الباء، السؤال ده اسمه سؤال منفي. لكن لو ما ظهرش اسمه سؤال ايه؟ مثبت، صح؟ طيب تاني خطوه هناخد، لو كان عندي السؤال مثبت يا اما هرد بالقبول يا اما هرد بالرفض. القبول انا هختار كلمة وي بمعنى نعم، لكن الرفض هستخدم كلمة نو بمعنى لا. لكن لو كان السؤال منفي في القبول عاد هنا بستخدم حاجة اسمها سي بمعنى بلا، واستخدم في الرفض نو بمعنى لا. يعني كده كده نو في كلا الحالتين، طالما هرفض هستخدم النو. لكن الرفض سوري القبول دايما بختار يا اما وي في السؤال المثبت يا اما وي في السؤال المثبت يا اما سي في السؤال يا جماعه مين المنفي. نبدا نحركنا مع بعضينا. اول تدريب ركز على كل كلمه، التدريب ده بيعتمد على حفظ الكلمات. اليكس فا الا بيسين سيل، معناه هل اليكس يذهب الى البيسين سيل؟ ده على كلمه سيل لوحده. راح اقول لك افيك سي زامي، مع اصدقاء. قلنا طالما الاجابه غير الحاجه اللي بيتكلم عليها او اختل المعنى بتاع الجمله او ظهر فيها نفي، يبقى اوتوماتيك اختار نو بمعنى لا، هو راح مع اصدقاء. انصر، هل سوف نخرج جودي يوم الخميس القادم؟ راح اقول لك اكلير فايوت، التعبير اكلير بيدل على الموافقه. طالما الموافقه يبقى استبعد الاول انه فضل وي وسيب يدل على الموافقه. بس هنا يا مسيو السؤال نفس السؤال المثبت، طالما مثبت يبقى اختار كلمه مين؟ وي بمعنى نعم. تينو في با قال لي هل لا تذهب الى صحه التزحلق؟ راح اقول لك جيمال عند الم في رجليه. طالما قال لك عند الم في رجليه يبقى كده رفضت يا جماعه نو. تمثيل ورا، اون فا او سينما، هل سوف نذهب الى السينما؟ راح قال لك جي في بيان انا اريد ذلك. خدنا التعبير سوري في المثال رقم 4 نسيته. تيني في با جوي، هل هتلعب باسكت افيك نو معانا؟ راح قال لك جي جو جوي، سوف العب افيك. بس هنا في تعديل، بدل الان خلاها في، فقال له انا سوف العب معاكم. اول خطوه كده وافق، صح؟ فكده استبعد الاول النو. بس الفكره هنا السؤال هنا يا جماعه منفي. طالما السؤال منفي يبقى انا هزود اكتب كلمه سي هنا تبقى هي الإجابة، تبقى يا جماعة سي بمعنى بلا أنا هلعب معكم. 5، أون فا أو سينما، هل سوف نذهب للسينما؟ راح أقول لك جي في بيان، التعبير جي في بيان أنا أريد ذلك، ده تعبير بيدل على الموافقة. طالما موافقة يبقى استبعد إنه فضل الوي والسي، وي لو السؤال مثبت وسي لو السؤال منفي، وهنا السؤال مثبت فاختار كلمة وي بمعنى نعم. 6، أون برو، هل سوف نأخذ برب وي شمسية؟ راح أقول لك إيه الفي بلو فوار. أول خطوة نحدد السؤال هنا ميسيو مثبت، طالما مثبت يا إما وي موافقة يا إما نو رفض، فاستبعد السي. راح قال لك هل سوف تاخذ شمسيه؟ راح قال لك هو سوف ياخذ، الجو بيكون ممطر بره، طالما الجو ممطر يبقى اكيد هياخذ الشمسيه، فتبقى كلمه وي بمعنى نعم. السؤال اللي وراه يا جماعه بيقول لك ايه هنا؟ قلنا في بعض الاسكالات هل نمارس تسلق الجبال؟ راح قال لك جيمال عندي الم فدوء في ظهري. اول خطوه هنا السؤال منفي، طالما السؤال منفي يبقى كده هستبعد مين؟ الوي. فبيقول لك هل هتلعب مع تسلق الجبال؟ راح قال لك انا عندي الم في ظهري، اكيد مش هيلعب، تبقى نو لان كده رفض. طب هنا جينيفي با، هل لا اذهب افيك توا معاك لصاله الالعاب الرياضيه؟ اول خطوه السؤال منفي يبقى يا اما سي يا اما نو، فكده استبعد وي. راح قال لك سيمي في بليزير، هذا يسعدني، التعبير بليزير السعاده بيدل على الموافقه، فكده اختار كده يا جماعه سي. تنس وربا، هل لا تخرج؟ راح قال لك سوف اصل خلال 5 دقائق، السؤال هنا منفي، صح؟ فكده استبعد الوي. طالما قال لك انا جاي لك في خلال 5 دقائق بالظبط يبقى كده وقف، تبقى الاجابه عندنا هنا يا جماعه سي بمعنى بلا انا جاي لك. الورا هنا بيقول لك تيني جوبا، هل لا تلعب افيك نو معانا؟ راح قال له جيملير بحب القراءه في غرفتي. اول خطوه السؤال هنا منفي، طالما منفي يبقى استبعد الوي. فبيقول هل هتلعب معانا يا ابني؟ راح قال له لا انا رايح الغرفه بتاعتي اقرا كتب، تبقى نو رفض، غير الحاجه اللي بيسال عليها. انفا، هل سوف نذهب الى الباتن ورا ساعه التزحلق؟ اول خطوه السؤال هنا مثبت، طالما مثبت يبقى استبعد السي. فبيقول هل هتروح معانا ساعه التزحلق؟ راح قال له اكل جور في اي يوم؟ يبقى كده وقف، تبقى الاجابه يا جماعه هنا وي. ده يا جماعه بالنسبه للواجب الاول كان في صفحه كام؟ 5.
نيجي بعدين يا جماعه هنكمل الواجب صفحه 14 المواقف. تمام، هنا بيقول لك فودو مون دي، انت بتسال صديقك دي بريتي بريتي يعني يسلفك. يا جماعه ما لكوش علاقه بالترجمه ديت، الترجمه ارجع لها لما الدنيا خلاص تفيض بيك وما تبقاش عارف معنى كلمه معينه. تمام، فتطلب منه انه يسلف العجله، فانت هتقول له، هتقول له طبعا ايه يعني ايه تيمي بريت، هل تسلفني تنفيلو العجله بتاعتك؟ اثنين، فوتركو بره رفيقك بريتيك بيمارس ان سبور كولكتيف رياضه جماعيه، طالما رياضه جماعيه هو هيقول لك انا بلعب سيكليس مركوب العجل ولا بحب الكاراتيه ولا بحب الباسكت، اكيد الباسكت. رقم ثلاثة، فوتركو بقى رفيقك فو دوموند بسألك كل سبور اكستيرم، ايه الرياضة فو ايمي اللي انت بتحبها بس رياضة بالظبط اكستيرم خطيرة؟ فانت هتقول له بينجو بونج انا امارسه في الويكند، او البينج بونج رياضة فردية مش خطيرة، السبور اكستيرم الرياضة الخطيرة بتكون درنجريس خطيرة ملهاش 60 اي لازمة، تبقى طبعا سي بلعب بيها ملاكمة، لان هو بيسألك عن الرياضة الخطيرة اللي انت بتلعبها. اللي وراه يا جماعة هنا بيقول لك فوتركو بقى رفيقك فودو موندي بسألك كومو اون في، كيف نمارس اسكالات تسلق الجبال؟ يعني ايه المعدات اللي احنا نستخدمها عشان نلعب تسلق الجبال؟ فانت هتقول له طبعا الاجابه هتكون هي كورد، يعني ايه كورد؟ حبل، يعني مش هتنفع بقى له كره ولا بانيه سله الباسكت بتاعت هي كره السله. فودو موندي انت بتسال صديقك كيسك ليه دلتا بلان؟ الدلتا بلان الطيران الشرعي ده عباره عن ايه؟ نوع الرياضه ديت او بنستخدم فيها؟ يا ترى تقول له سيتان اباري دي فولا فوال، جهاز طيران شراعي، ولا باتو سفينه، ولا فيلو عجله، اكيد هتبقى جهاز الطيران الشراعي اللي هو اباري دي فولا فوال. فوترو امي صديقك سانفور مسير بيسالك عن الكاراتيه بيكون عباره عن ايه؟ فانت تقول له انها جي فيديو، لعبه فيديو، ولا سبور جابوني رياضه يابانيه، ولا ماتير سكولير ماده دراسيه، اكيد طبعا رياضه يابانيه لان الكاراتيه اصلا اساس الرياضه يابانيه. الورق فودو موندي انت بتسال صديقك او اين اونفا نذهب بورفيل لكي نمارس اسكالات تسلق الجبال، يا ترى بنروح كامباني الريف ولا مير البحر ولا مونتاني الجبل؟ اكيد تسلق الجبال بلعبه فين؟ في الجبل. فودو موندي انت بتسال صديقك عن الرياضه الكلاسيك اللي بيحب الرياضه، يعني الرياضه ما فيهاش خطوره اللي بيحبها، هو هيقول لك دلتا بلان الطيران الشراعي ده خطيره، ولا يقول لك رافتنج ركوب الزورق المطاطيه في الاماكن الوعره برضه غلط، هتبقى طبعا ايه التنس. فودو موندي انت بتسال صديقك عن رايه في التنس، طالما تسال عن رايه بلازم استخدم صيغه من الصيغ اللي بتسال عن الراي اللي هي مثلا كليتون اوبنيو ما رايك، كليتون افي ما رايك، كوموتو تروف كيف تجد، كيسكتي بونس ما رايك. فطالما تسال عن رايك هتقول له تي براتيك هل بتمارس التنس غلط؟ هتقول له التنس بتكون رياضه كلاسيكيه غلط؟ طبعا هقول له ايه اللي هي كوموتو تروف كيف تجد من يا جماعه التنس ده يا جماعه بالنسبه لمين؟ التدريب مين؟ اللي هو في صفحه 14. نيجي بعدين مع بعضينا في صفحه 15، هنا بيقول لك بور اكسبريمي لكي تعبر عن رايك في رياضه خطيره، يبقى لازم اكون حافظ الجدول اللي هو بتاع التعبير عن الراي. فانت تقول له سبور بس الرياضه يا جماعه خطيره، هتقول سبور هذه الرياضه نودون بتدينا سنساسيو احساس جميل، الموقف ده مهم، ولا بور مو بالنسبه لي التنس بتكون رياضه كلاسيكيه، ولا تسلق الجبال بتكون رياضه المفضله ليها. طبعا طالما بيسالك عن الرياضات الخطيره عموما يبقى هقول له سبور هذه الرياضه بتدينا احساس جديد. فو بروبوز انت بتقترح على صديقك نشاط، طالما قال لك تقترح يبقى لازم تكون حافظ تعبيرات الاقتراح. فانت تقول له سيفو دي ما رايكم، او ما راي حضرتك، فالليف ذهب للمكتبه اوي جيف بيان انا اريد ذلك، ولا جيف انا ذهب الى البيبليوتيك المكتبه لكي اقرا الروايه. طبعا هستخدم سيفو دي لان السيفو دي تعبير من تعبيرات مين يا جماعه؟ الاقتراح. فوكس بتي انت بتقبل لبروبوزيسيو اقتراح صديقك، لازم تكون حافظ التعبيرات اللي بتدل على الموافقه، فتقول له سيني ميديريان هذا لا يعنيني غلط، هتقول له جيني بيبا لا اريد ذلك غلط، اكيد هتقول له طبعا بي سيبر رائع ستين بون دي انها فكره جيده. بور كونسير كي تنصح صديقك كيفي الذي يريد فير ان يمارس كانيونج تسلق الشلالات او عبور الوديان، فانت تقول له اوتي فا اين انت تذهب غلط، هتقول له كل سبور ايه الرياضه اللي بتحبها غلط، ولا تقول له تي دوا يجب لوبراتيك اللاعب على الرياضه لبراتيك ان تمارسها مع مونيتور مدرب العاب فرديه، اكيد طبعا هتقول له لازم تاخد معاك مدرب. 14، فو بروبوزي انت بتقترح على صديقك فير اني يقوم بعمل روندوني تنزه معاك، هو هيقول لك يعني يا اما هيرفض يا اما هيوافق لان انت بتقترح عليه، فيقول لك داكور تمام افيك بليزير بكل سرور، ولا يقول لك سيتا دي ما رايك في ان احنا نعمل تنزه، ولا يقول لك كيف تي ما رايك في يوم الجمعه ان احنا نمارس يوم الجمعه. اول خطوه انت بتقترح عليه ايه الفودي هو اللي هيرد عليك، فطالما هيرد عليك هيقول لك داكور تمام افيك بليزير بكل سرور. فو كونسي انت بتنصح جوير لاعب بورجاني عشان يكسب كونكور مسابقه فول وليد، حضرتك هتقول له عشان تنصح هتقول له ايه؟ هتقول له من كسب الكونكور، ولا الكونكور المسابقه بتكون دومان غدا، ولا تقول له اونترين توابيان تدرب جيدا، اكيد هتقول له تدرب جيدا. 16، فو ريفيزي انت بترفض لبروبوزاسيو اقتراح صديقك، طالما رفضت الاقتراح لازم اكون حافظ تعبيرات الرفض،
عشان تمارس الدلتا بلان الطيران الشرعي. فانت تقول له سيمون سبوربر في رياضته المفضله، غلط. هتقول له ستين بون دي فكره جيده، غلط. اكيد هتقول له سيتان سبور تونجر انها رياضه خطيره. 17 فوبروبوزي انت بتقترح على صديقك دي براتيكي ان تمارس الباسكت كرات السله. فانت هتقول طالما تمارس كره السله، بس هنا تقترح، لازم يبقى الجمله اللي هختارها لازم يكون فيها اقتراح. هتقول له سيتا دي ما رايك ان احنا نمارس الباسكت، ولا جي في فونير سوف اتي افكتوا معاك الى كره السله للصاله يعني، ولا تقول له جيني با مش بحب الباسكت. اكيد هتقول له سيتا دي، لان هنا التعبير سيتا دي ده من التعبيرات اللي بتدل على الاقتراح. ده بالنسبه لجماعه صفحه كام؟ 15. صفحة 18 فوت رامي صديقك فوت موندي بسألك كل سبور ايه الرياضة اون براتيك اللي احنا بنمارسها في الكور الملعب الخماسي اللي هو ملعب التنس. فانت هتقول له هوند بول كرة اليد، تنس، سيرف، تزعق على الماء، اكيد هتبقى التنس. فوت موندي انت بتسأل صديقك عن رأيه في الملاكمة، طالما هتسأل عن رأيه يبقى لازم هستخدم صيغة من صيغ السؤال عن الرأي. فانت هتقول كومو تروف كيف تجد الملاكمة، الملاكمة سيكوا بتكون عبارة عن ايه؟ يعني بتكون رياضة فردية اجتماعية، رياضة فردية جماعية خطيره وكذا، ولا تقول له اين تمارس الملاكمه؟ كده تقول له كوموت تروف كيف تجد الملاكمه، اللي احنا خدنا تعبير كوموت تروف بيسال عن الراي. فودمون دي انت بتسال فوتر اونترينير المدرب بتاعك سي كون دوا ما الذي يجب فير ان نفعله لكي نكسب المباراه. هو عاد هيقول لك لون سي في مرر الكره بسرعه، ولا يقول لك اون دوا يجب باسين ومرر الكره او جو وير ادفيرس للاعب الخصم بتاعنا، ولا هيقول لك الفو يجب ان تلعب اند فيدوين بطريقه فرديه. كده هيقول لك مرر الكره بسرعه. الوراء فوزت انت بتكون كونتر معارض للرياضات الخطيره، طالما معارض يعني انت مش بتحبها يعني انت رافضها. فانت هتقول انا بحب كثيرا الرياضات الخطيره. هتقول الاسكالات تسلق الجبال بتكون هوايتي، غلط. ولا تقول سيسون انها رياضات التونجريس خطيره، طالما انها خطيره فانا رافضها. فو ادميري انت بتحب جدا او معجب بملابس صديقك، فانت هتقول سي دي مودي انها قديمه، سي سيبر انها رائعه، سي موش انها سيئه. كده تقول له سي سيبر انها رائعه. فو بروزونتي انت بتقدم لوفيس ابن عمتك او ابن خالتك، فانت هتقول انه فيس ابني، ولا تقول انه فرير اخويا، ولا انه كوزان ابن عمتك، كده تقول انه كوزان ابن عم. فو ترمي صديقك فو دو وندي بسالك لو كونتيني المحتوى او الحاجات اللي موجوده في ساك سبور في الشنطه بتاعت الالعاب بتاعتك. هو هيقول لك، لانه هنا بيقول لك صديقك اللي بيسالك، فهو هيقول لك، هو هيسالك هيقول لك دول منسك في الشنطه اللي هي بيوجد سيرفيت فوطه ومايود سبور شورت رياضه، غلط، لان هو اللي عايز يسال. ولا هيقول لك موسك سبور شنطه الرياضه بتاعتي بتكون في الفيستير غرفه تغيير ملابس، غلط. ولا هيقول لك سي كيسك اللي ماذا يوجد في الشنطه، اكيد هيقول لك كيسك اللي ماذا يوجد يا جماعه في الشنطه. بس يا جماعه في اخر السنه دايما بتكون اربع اختيارات، هنا بس ثلاثه، تمام؟ يعني انتوا هتلاقوا هنا بعض الاسئله ثلاث اختيارات، او هنا معلش الدرس ده كل الاسئله فيها عباره عن ثلاث اختيارات، هو في اخر السنه بيكون اربع اختيارات وبتختار منهم ايه؟ واحده. فوتر كوبا رفيقك نيمبا مش بيحب الرياضات الخطيره. فودو موندي انت قاعد بتسال ريزو السبب لذلك، عايز تقول له ليه انت مش بتحب الرياضات الخطيره. فانت تقول له بوركوا لماذا تي دي تس تكره الالعاب الخطيره، ولا كيسك تي بونس ما رايك في الالعاب الخطيره، ولا تقول له هل بتمارس الالعاب الخطيره. اكيد تقول له بوركوا لماذا اللي هو ليه انت بتكرهها. الموقف رقم 26 فوتر مي صديقك فودو موندي بسال سي كي ما الذي او هنا سيك سوري كيسك فو بونسي ما رايك في الكانيونج عبور الوديان. فهو هيرد عليك هيقول لك رايه، فيقول لك جيم فير بحب امارس كانيونج عبور الوديان، غلط. هيقول لك مثلا جي براتيك امارس الكانيونج تروا فوق ثلاث مرات في الاسبوع، غلط. هتبقى طبعا الاجابه بي بور موا بالنسبه لي ان التعبير من تعبيرات التعبير عن الراي سي سبور انها الرياضه بتكون هي خطيره. 27 فودو موندي انت بتسال صديقك بوركوا لماذا تيبر انت مؤيد للتنس، انت ليه بتحب التنس. فانت تقول بارسكي لانها رياضه فيولو عنيفه، غلط. بارسكي لانها التنس بور اكستر رياضه خطيره، غلط. اكيد طبعا هتبقى لانها رياضه كلاسيك عاديه. فودو موندي انت بتسال صديقك لا ديفينيسيو تعريف الرافتنج، ديفينيسيو معناها تعريف، الرافتنج بيكون يعني عباره عن رياضه خطيره وهكذا. فوديت انت هتقول له طالما بدا بكلمه فودي موند انت بتساله فوديت يبقى عايز سؤال، فتقول له كيف تكون الرافتنج، ولا الرافتنج كاسكسي بتكون عباره عن ايه، ولا كيسك تي بونس مراك في الرافتنج. اكيد طبعا هختار بي لو رافتنج كاسكسي بتكون عباره عن ايه. فوت رامي صديقك لان دي ودي طبعا بيسالوا عن الراي.
فوترا من صديقك فودو وند بسألك سيك الفو، ما الذي يلزم بورفير عشان أمارس بادمنتو تنس الريشة؟ يبقى عايز المعدات اللي بستخدمها في تنس الريشة اللي هي في الدرس الأول. فتقول بيلزم بولد فير كرات حديدية، غلط. بيلزم كرة حبل، غلط. أكيد بيلزم فولو كرة تنس الريشة. فوترا كبار رفيقك فودو وند بسألك عن رأيك في الدلتا بلان الطيران الشراعي. هو هيقول لك، يعني هو هيسألك هيقول لك كيس كتبون سمارك في الدلتا بلان. الدلتا بلان بتكون رياضه خطيره، غلط. ولا يقول لك الدلتا بلان سيكوا بتكون عباره عن كده، هيقول لك كيسكتي بونس، لان التعبير كيسكتي بونس بيسال عن الراي. ما رايك في الرياضه الخطيره؟ نترجم الموضوع. اول موضوع ده مهم جدا يا جماعه. بيقول لك بار اللي اتكلم عن الرياضه خطيره واستخدم فيها كلمه ادريا لانين وكلمه فوا مره ورافتنج ركوب الزر كل المنطقه. فانت تقول جادور انا بحب السبور اكستريم الرياضه الخطيره. سي سبور او سي جينر هذا النوع من الرياضه. ميدون بيديني الادريالين، تمام. جي في امارس اسكالات تسلق الجبال دي فوا، يعني دي فوا مرتين بار موا في الشهر. جي ريبراتيك امارسها على مونتاني في الجبل. بور فير لكي امارس سبور هذه الرياضه الفو بيلزم جو كلبزات انكاسك خوزا كوردحا. جي في وسي امارس ايضا رافتنج ركوب الزراق المطاطيه مع اصدقائي في الريفيير في يا جماعه في النهر. ده اول موضوع. تاني موضوع بيقول لك فوفيت انت بتعمل انكيت استبيان عن الرياضه الخطيره بورسافوا لكي تعرف اراء زمايلك عن هذا النوع من الرياضه. اكتب ايه اراهم. فانت الاول لازم في الاستبيان تكتب عنوان فوزيت، هتقول العنوان هل انتم بور مؤيدين ولا معرضين للرياضه الخطيره؟ الوحده يا اما بتقول لك جسوي كونتر انا معارضه، سيسبور هذه الرياضه بتكون دونجري خطيره. بير بيقول لك جسوي بور انا مؤيد لاني جيم دوكوفرير بحب اكتشاف ديز اكتيفيتي في الانشطه جديده. توم بيقول لك امونا في فراي سبور هذه الرياضه بتكون موتيفو محفزه جدا. ماريو بيقول لك جسمي بور انا مؤيد، سي مدن بتديني انرجي طاقه والادريالين، تمام. يا جماعه اخر موضوعين دول والله مهمين جدا، دول مهمين جدا اخر موضوعين وفي الامتحان الشامل هجيب منهم. فودون انت بتدي كلك كونسي بعض النصائح لصديقك بورجاني عشان يكسب المباراة. فانت هتقول له اول نصيحة إيلفو يلزم ريسبكتي احترم لبلودجي خطة اللعب. اللي وراء إيلفو يلزم بس امرر الفيد بسرعة الكرة اتي كوبان، تمرر الكرة بسرعة لرفقاء. النفوبة لا يلزم اتر انك تكون فيولو عنيف خلال المباراة. تيني دوابا لا يلزم فير تعمل كثير من دي فو الاخطاء. تيدوا يلزم بيان انتري تتدرب جيدا قبل المباراة. الفو وير يجب ان تطيع اربيتر الحكم. الورق بيقول لك انت بتعطي نصائح لصديقك عشان يسير ينجح في الامتحان. فانت تقول تدوا يلزم، ممكن اشيل كلمه تدوا دياتي واحط مكانها كلمه الفو، ولا الفو بيان ابروندر يجب ان تذاكر دروسك جيدا. الفو وير يجب ان تطيع بروفيسور معلمينك. الفو بيان ايكوتي يجب ان تسمع كويس البروفيسور المعلم. تدوا يجب تيكو شيتو انك تنام تو مبكرا. ايه الفوري فيزي يجب ان تراجع تليسو دروسك جور برجور يوم بيوم. ايه الفوري يجب ان تذهب الى المدرسة توسي جور كل يا جماعة كل يوم. ده بالنسبة للموضوع الرابع. الموضوع برضو يا جماعة رقم 5 والموضوع رقم 6 مهمين. هو الموضوع بتاع الدرس ده كلها مهمة. فو انفيتي انت بتبتكر سلوجو شعارات بور انسيتي لكي تحفز كاميرات زملائك افير لكي يمارسوا الرياضه. فتقول لهم السبور الرياضه بور توس للجميع. سوري ابتسم فوزيت سبورتيف انت رياضي. بوجي بور في فيرميي اتحرك كويس، يعني اجري كويس عشان تكون بصحه جيده، لان الجري مفيد للجسم. اسبير سان دون كورب سان العقل السليم في الجسم السليم. هتقول له انيرد سبور ساعة رياضة بارجور في اليوم بورنو لينا، يعني مارس الرياضة حتى لو لمدة ساعة في اليوم. سانك منيت 5 دقايق من الرياضة بور فرسونتيلا لجسمك. اخر موضوع اتكلم عن اهمية الرياضة. فانت تقول فيرد سبور ممارسة الرياضة بتكون امبرتو مهم. اون ابراوندر احنا بنتعلم سبير دي كيب روح الجماعة في الرياضة، يعني اللعب الجماعي. السبور بتكون اتيل مفيدة بورسونتيلا الصحة. جيم بحب للجي الالعاب كولكتيف الجماعية. جي في امارس يا جماعه الباسكت. ده بالنسبه يا جماعه لمين؟ للمواضيع. الايميلات اللي بيقول لك سليق ازيك؟ كيب اون سيتي ما رايك في الرياضه الخطيره؟ راح قال لك جي تروب باجيتها تريد انجري خطيره جدا. تيوبور هل انت مؤيد لهذا النوع؟ راح قال له جي سوي كونتر انا معارض لهذا النوع. كليس سبور كلاسيك ايه الرياضات الكلاسيكيه اللي انت بتلعبها؟ راح قال لك انا امارس الفولي بول. الايميل الثاني كليس سبور كستيرم ايه الرياضه اللي انت الخطيره بتلعبها؟ راح قال لك امارس اسكالات. أو أين تمارس هذه الرياضة؟ راح أقول لك أمارسها في المونتاني في الجبل.
ايه الفقوة؟ ما الذي يلزم عشان تلعب الاسكالات تسلق الجبال؟ راح قال لك بورفير لكي امارس هذه الرياضه. ممكن ما اكتبهاش الجمله ديت واقول كده المي فوق يلزمني جو كلبزات كورد حبل كاسك خوذه. طيب بالنسبه يا جماعه للايميل نرجع نكمل مع بعضينا. هنا بيقول لك بعدين الموديل اكزام ده مهم جدا. هنا بيقول لك ايه اللي سين، يعني تركز على العنوان دايما في القطعه. انا ساعات لو اعطيك سؤال على العنوان وانت تفضل تلف في المحادثه كلها وفي القطعه كلها ويبقى السؤال في العنوان. السين يعني طلبه ثانويه بتتكلم عن اكتيفيتي الانشطه بتاعتها. فالاول هنا توماس بيقول لها سالي ازيك يا ايما، راحت ايما قالت له ازيك يا توماس. توماس قال لها كيس كتفي ماذا تفعل ابري، يعني كلمه ابري بعد كور الحصص. راحت ايما قالت له جي ترافاي انا بدرس، جي كنترول عندي امتحان ماس اللي هي مات ماده الرياضه دومان غدا، يبقى بعد الحصص هي بتذاكر عشان عندها امتحان. راح توماس قال لها طب يوم السبت، ركز يوم السبت بعد الظهر، بعد الظهر عندك؟ قالت له السبت بعد الظهر انا امارس الباسكت لان عندي مباراه. قال لها طيب يوم الحد بتعمل ايه؟ قالت له يوم الحد جي في بذهب للمونتاني الجبل لاني روندني اتنزه مع فامي العائله اللي هو ابوها وامها. توماس قال لها تويم هل انت بتحب روندني التنزه؟ راحت ايما قالت له نو لا انا بحب سكي، يعني هي بتروح تتنزه عادي بس هي مش بتحب الروندني، هي بتتمشى مع ابوها وامها كده عادي، لكن هي بتحب اصلا سكي التزحلق على الجليد او في تي ركوب العجل فيها في المنحدرات. راح توماس قال لها اه تي فيها بتمارس سكي والفي تي؟ قالت له وي نعم اون فاكونس، بتمارسه متى؟ في الفاكونس الاجازه الكبيره. قال لها ده انت طلعت رياضيه خالص يا سبورتيف توا، انت رياضيه. اول سؤال ابريل كور بعد الحصص، ابريل كور بعد الحصص ايما هتعمل ايه؟ فا دي هتذاكر، فا فير سبور هتمارس رياضه، هتشوف توماس ولا تلعب سكي؟ طبعا هو قال لك ابريل كور بعد الحصص هي عندها جي ترافاي بدرس او بذاكر لان عندي امتحان رياضه، تبقى الاجابه الاولى. صامدي يوم السبت ايه ما تمارس؟ ادي يوم السبت صامدي السبت بتمارس الباسكت كرة السلة، فانا اختار يا جماعة باسكت. ايما تعمل روندني مع مين؟ مع رفقاها بارو والديها في النادي مع صديقاتها، تبقى طبعا مع بارو والديها لان هنالك هي بتعمل تنزه افيك فامي مع العائلة. السؤال اللي وراه ايما فا بتمارس او بتذهب الى ايه كل المدرسة؟ بتذهب لمدرسة يا ترى؟ سيكوندير ثانوية بريباراتوار اعدادي بريمير ابتدائي كليب نادي. طبعا قال لك ان هي طالبة للسين، يعني للسين طالبة ثانوية، يبقى اكيد بتروح لمدرسة يا جماعة سيكوندير ثانوية. ايما في تمارس في تي تي، الفي تي تي امتى؟ هو قال لك هنا بتمارس سكي بتتحرك على جليد الفي تي تي، متى؟ قال لك فاكونس في الاجازه، بتبقى فاكونس في الاجازه. ده يا جماعه بالنسبه لمين؟ التدريب اللي هو مين؟ الاول او القطعه الاولى، بس تكملتها لسه في صفحه 21. ايما لديها ان ماتش، المباراه بتاعتها بتكون صامدي السبت صباحا، السبت مساء، السبت بعد الظهر ولا الحد في الصبح؟ طب ركزنا هنا اهو. قال لك هنا صامدي يوم السبت بعد الظهر عندها بتلعب باسكت لان عندها مباراه، يبقى المباراه يوم السبت بعد الظهر. ايما بتتكلم عن اكتيفيتي سبورتيف انشطتها الرياضيه، اكتيفيتي سكولير انشطتها المدرسيه، اكتيفيتي مانيل انشطتها اليدويه، ولا عن حيها السكني والمطعم؟ اكيد بتتكلم عن الانشطه الرياضيه عشان العنوان هنا بيقول لك ايه طالبه ثانويه بتتكلم عن اكتيفيتي الانشطه. طيب القطعة التانية بيقول لك هنا بونجور صباح الخير يا زين، سافا كيف حالك؟ الأول يا جماعة دايما في القطعة اللي بيتكلم بيكون اللي خاتم من تحت، يعني ديفيد هو أصلا صاحب القطعة دي هو اللي بيتكلم، فبيقول له ازيك يا زين سافا كيف حالك؟ أنا أدعوك أبصي لقضاء موا شهر يوليو شي موا عندي. أول خطوة شهر يوليو ده شهر 6، يعني كده هو بيعزم إن هو يجي عنده أونيتي، أونيتي يعني في فصل الصيف. شي موا شي موا يعني عنده هو، فين حتى؟ في فرنسا. سيتيم لو أنت بتحب مونتاني الجبل إحنا هنمارس هناك سكي التزحلق على الجليد وروندوني التنزه، وكمان هنلعب اسكالات تسلق الجبال ده لو انت بتحب الجبل. كمان لو انت بريفير بتفضل مير البحر احنا هنروح نلعب ناتاسيو والسباحه والسيرف التزحلق على الماء. اون بي اوسي نستطيع ايضا ان احنا نركب فيلو عجل ابري بعد ليكوشي غروب الشمس، يعني بعد غروب الشمس يعني هو كمان ممكن يركب العجله بالليل. جيسيكي انا عارف ان انت بس يونو محب او هاوي للفوتوغراف للتصوير، الور حين از تي فافير انت هتعمل سيدهاية فيها صور اي سوفونير وتذكارات عن ايه يا جماعه؟ عن فرنسا، بما انك انت بتحب التصوير. اكريم واكتب لي انا كديفيد ده التاريخ وصولك لكي انتظرك على ايربور في المطار، يبقى كده الواد زين
طالما هيجي في المطار يبقى هو جاي بالافيو. يعني ايه افيو يا جماعه؟ بالطياره. اول سؤال، ديفيد دعا زين لكي ياتي الى فرنسا في الصيف، في الشتاء، في الربيع، في الخريف. اكيد في الصيف عشان ده شهر كام يا جماعه؟ قلنا 6. لدي كوبان الرفقاء فون براتيك هيمارسوا مع بعضهم اكيد الناتاسيو السباحه. لسوار في المساء اللي هي بعد غروب الشمس هيركبوا، يقول لك فيلو العجل. زين ادمير بيحب جدا الفوتوغراف التصوير عشان قال له هخليك تعمل اسطوانه للتذكارات بتاعه فرنسا. الورق زين ب براتيك يستطيع ان يمارس اسكي تزحلق على الجليد اكيد في المونتاني في الجبل. زين فا الريفي هيصل الى فرنسا اون افيو يا جماعه بالطياره. صفحه 22 يا جماعه اللي هي المواقف. فو انكوريجي، انت بتشجع ايكيب الفريق بتاعك المفضل، فانت هتقول سيتين ايكيب انها فريق كره القدم، فيت بسرعه بس مرر الكره بسرعه، ولا ما رايك في فريقك المفضل، ولا جيفيزا بالريستوران كده تقول لهم بسرعه 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 هدي الكره للاعب كذا. رقم 2، فوت رامي صديقك فيدو موند بيسالك دي كوا اون بيزوان، ما الذي نحتاجه يا جماعه عشان نلعب كيت سيرف التزحلق على الماء؟ هتقول له بنحتاج بلونش لوحه التزحلق، ولا بانيه سل السله بتاعت الباسكت، ولا تقول له عايز ركله مضرب، ولا تقول له بنحتاج الى باسكت حذاء رياضه وجو كلابزات. اكيد هتقول له بلونش لوح التزحلق. فودو موندي، انت بتسال صديقك او الفا اين يذهب لكي يلعب البيتونك الكره الحديديه؟ في البارك المنتزه، جيمنيز، ساله العاب رياضيه، باتن وار، ساحه التزحلق، ولا مير؟ اكيد طبعا في البارك، ودي طبعا موجوده في الدرس الاول. فوت رامي صديقك فودو موندي بيسالك بوركوا لماذا فو اللي بتذهب الى التران الملعب ايل دي؟ هو هيقول لك لكي العب فوتبول، ولا لكي العب تنس، ولا سباحه، ولا جود؟ اكيد لكي العب يا جماعه الفوتبول، طبعا ده برده في الدرس الاول. فوت رامي صديقك فودو موندي بيسالك لاتيني عن الملابس بور براتيكيلي كي يلبسها عشان يلعب الجود، قلنا الجود والكاراتيه اكيد بستخدم معاها الكيمونو زي العاب القتال. فو انفيتي، انت بتدعو صديقك افونير عشان ياتي وصالون لكي ياتي الى الصالون بي دي افيك نو عشان تقراه يا جماعه. الصالون اللي هو فيه نظام قصص مصوره، ايه اللي اكسبت؟ هو قبل الدعوه، فهو هيقول لك نو انا ذاهب عند عمتي طبعا غلط، ولا هيقول لك البي دي بتكون عباره عن مجازين مجلات فيها فيونتو صور راب غلط، ولا هيقول لك وي نعم بينسير بكل تاكيد بحب كره القدم غلط، ولا هيقول لك دي وي نعم بينسير بكل تاكيد انا بحب البي دي اكيد بحب البي دي. فودو موندي، انت بتسال اونترينير المدرب بتاعك كومبيان جوير كم عدد اللاعبين اللي موجودين في فريق الباسكت؟ كومبوز يعني بيتكون، هو هيقول لك لجوار اللاعب يكونوا اون فورم صحه جيده، ولا لونترين المدرب كونسي بينصح اللاعبين، ولا هيقول لك اللي بيوجد 5 لاعبين، ولا بيوجد 15 لاعب؟ اكيد طبعا بيوجد 5 لاعبين، كله طبعا ده في الدرس الاول. فوت رامي صديقك فودو موند بيسالك الفي تي تي ركوب العجل عباره عن ايه؟ يا ترى رياضه اكستيرم خطيره، ولا رياضه كلاسيك عاديه غلط، ولا رياضه كولكتيف جماعيه غلط، ولا عباره عن حيوان؟ طبعا رياضه خطيره. فوت رامي صديقك فودو موند بسألك بوركوا لماذا فو امي انت بتحب السينما؟ فانت هتقول له انا بذهب الى السينما في المساء غلط، السينما بتكون لوان بعيده دي سي عن هنا غلط، ولا هتقول له انا بكره اذهب للسينما غلط؟ اكيد هتقول له طبعا سي، السينما بتكون اكثر روعه من المسرح. فو بروبوزي، انت بتقترح، طالما لك بتقترح يبقى تستخدم جمله فيها اسلوب اقتراح. انت بتقترح على صديقك انه يمارس السباحه، فانت تقول له سيتا دي ما رايك في الذهاب للبسين، ولا تقول له بحب الذهاب للبسين غلط، ولا تقول له ما رايك في الذهاب للجبل غلط، ولا تقول له نو هذا لا يعني. اكيد طالما تقترح هتقول له سيتا دي ما رايك في الذهاب يا جماعه البسين حمام السباحه. اللي وراه اون، الاون هختار معاه طبعا ده تصريف افعال، هختار دول اخرها حرف تي. ليه بالو الكره تدوا اترى بتمسكها؟ البالو هنا الاول مفرد مذكر بس الفعل بادئ بحرف متحرك فتبقى الا ابوستروف. فوني في باد سبور، هل تمارس الرياضه؟ اول خطوه يا جماعه هنا السؤال منفي، طالما السؤال منفي معناها اختار 2، يا اما سي في الموافقه يا اما نو في الرفض، فكده استبعد الاول الوي والسبعد دي. فيقول لك هل تمارس الرياضه؟ راح قال لك نو في زو احنا بنمارس الركبي، يبقى كده بيمارس الرياضه فتبقى سي. ايتون اوبنيو، اوبنيو مفرد مؤنث فاختار معاه كال المفرد المؤنث. الى فيك اس اختار مع الفعل الاخره ان تي. باس لي بالو مرر الكره، طبعا الميدي ياتي بستخدمها في الجمله الامريه لما بس تكون منفيه، هل في نفي؟ غلط. التي طبعا دي غلط لان المفعول الزو ضميرين، يعني مع الافعال الزو ضميرين وبس ده فعل عادي. والايد طبعا ضمير فعل فاختار باس لوي لان احنا خدنا ان باس فعل منافق فتقول مرر لي هو الكره. تيو اسي زامي واصدقاء جو بيلعبوا يشيك شطرنج وسالو، ظهر الاول هنا فعل جوي فجوي مع الانشطه الرياضيه بختار معاها مشتقات الا فاختار الاو. كونكور المسابقه يا جماعه ايه؟ ليه انا هنا مزهدي؟
اول خطوه انت طبعا اول ما تشوف كلمه كونكور المسابقه هتقول ده حرف اس، اختار السي الجمع، لكن الاس هنا حرف هي اساسي، فانا احدد ان هي مفرد او جمع عن طريق الفعل اللي وراها. فانا كونكور مفرد مذكر، فاختار السي الاولى لانها مذكر ساكن. اليكس و او، طالما ظهرت يا جماعه فاصله اصرف على اساس اللي بعد الفصل اللي هي الاو، فاختار في الثاني. جينيفي با، انا لو اكون بعمل صور الاول ادي الني وادي البا، وهنا فعل فعل داخل النفي يبقى بيتاثر، فاختار مع مين؟ الدي. ليه كونسي النصائح دي فوتر انترونير، الاول جمله اخرها علامه تعجب بامر، وظهرت هنا الفوتر يبقى اصرف مع الفو، فاختار فعل اخره ايزت. طبعا الموضوع والايميلات دول موجودين عندك في المذكره بالنص، تمام يا جماعه؟ ده بالنسبه للواجب الخاص بالدرس الثالث لثالثه ثانوي الوحده الاولى.